السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار 7E News من قناة الظفرة. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. محمد بن راشد يشهد حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في موسمه السادس. الجمهوري تيد بود يفوز بسباق مجلس الشيوخ الرئاسي في ولاية كارولونيا الشمالية في الولايات المتحدة. آلاف المتظاهرين ينضمون إلى إضراب عام احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في اليونان. الابتكار الرقمي قوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. توج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في الحفل الختامي للموسم السادس من تحدي القراءة العربي في دبي أوبرا. الفائزة من سوريا بالمركز الأول شامل بكور بتحدي القراءة العربي، أكبر تحدي عربي لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي. وشهد التتويج سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. قصة بطلة سوريا شامل بكور، وهي بعمر 7 سنوات فقط تعادل قصصا وحكايات. فرغم معاكسة القدر لها في عمر صغير، إلا أنها نهضت من تحت الركام لتفوح بموهبتها وثقافتها عطرا وياسمين في تحدي القراءة العربي. دعونا نتابع هذا الفيديو عن الفائزة شام من الصفحة الرسمية عبر تويتر لتحدي القراءة العربي. تحدي القراءة العربي في سوريا 2021-2022، شام محمد البكور من محافظة حلب. نبارك لك بوصولك إلى هذه المرحلة الختامية وأنت تمثلين بلدك الحبيب سوريا. لو فزتي بالجائزة ماذا ستفعلين بها؟ سأعطيها لأمي. سأخبرك تطمنيني. شو طمنيني؟ كويس. يا عيني، بدك تفيدي وشنا بالإمارة؟ حبيبة قلبي. وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E News. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستواصل العمل كوسيط بين موسكو وكييف لحل الصراع في أوكرانيا. وقال للصحفيين في أنقرة قبل التوجه إلى أوزباكستان للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية: جهود الوساطة التي نبذلها مستمرة دون انقطاع، وسيكون من غير الحكمة تحديد الموعد الذي سينتهي فيه هذا العمل، مضيفا: لم يكن بإمكاننا فعل ذلك بدون مستوى الثقة بين البلدين، وإن الاحترام المتبادل يحفزنا على اتخاذ هذه الخطوات، وهذه هي الطريقة التي نعمل بها في الوقت الراهن. وردا على سؤال حول تقييمه لآخر التطورات في أوكرانيا، قال أردوغان: قرار روسيا قرار إيجابي إذا شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مجموعة العشرين، فسنقوم بمناقشة الوضع في أوكرانيا هناك، وإذا لم يكن الأمر كذلك فسنواصل الاتصالات عبر الهاتف. قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بريطانيا وجمهورية موريشيوس قررتا بدء مفاوضات بشأن السيادة على أرخبيل شاغوس في وقت تطلع فيه البلدان إلى التوصل إلى اتفاق في أوائل العام المقبل. ويعتبر موقف بريطانيا خطوة مهمة في تسوية النزاع حول السيادة على أرخبيل، إذ تأتي المفاوضات بين الجانبين تطبيقاً لقرار الأمم المتحدة الصادر بهذا الشأن، حيث يتوجب على الجانب البريطاني أن يتفاوض مع موريشيوس لتسوية النزاع المتعلق بالسيادة. تمكن مرشح الجمهوري تيد بود من الاحتفاظ بمقعده بمجلس الشيوخ عن ولاية نورث كارولينا الأمريكية، وبعد إعلان فوزه في الانتخابات في التجديد النصفي، التقى تيد بود مع مؤيديه في قاعة الاحتفالات بفندق ماريوت في وينستون، وقال:
أود أن أشكر الرئيس السابق دونالد ترامب الذي قدم تأييده لي خلال هذه الانتخابات، كما أود أن أشكر أيضاً خصمي في هذه الانتخابات شيري بيرزلي على خدمتها لدولتنا خلال الفترة الماضية، وحصل بود على 50.7% من الأصوات مقابل 47.1 لبيرزلي. أما الآن فإلى مقال اليوم. وأما مقال اليوم فهو من جريدة الرؤية العمانية، حيث كتبت مدرين المكتومية مقالاً بعنوان تشينغ خا البحار الصيني المسلم في عمان. جاء فيه: تتزايد يوماً تلو الآخر الشواهد التاريخية على الجذور العميقة للحضارة العمانية، وأحد أبرز هذه الشواهد النصب التذكاري للبحار الصيني المسلم تشينغ خا الذي احتفل بوضع حجر الأساس له في صلالة، وتحديداً في منطقة الحافلة التاريخية. فهذا البحار الذي جاب المحيطات رسى بأسطوله العملاق في عمان قبل 600 سنة تقريباً، وعزز من قوة العلاقات التجارية بين عمان والصين في زمن لم تكن دول العالم وقعت على اتفاقيات للتجارة الحرة أو مذكرات تفاهم للتبادل التجاري. ولنا أن نعلم أن هذا البحار الذي جاب المحيط الهندي بأكمله 7 مرات على مدى ما يزيد 28 عاما ورسى في 36 دولة، قد زار عمان 4 مرات، ما يؤكد حرصه على أن تطأ قدماه هذه الأرض الميمونة بكل ما تسخر به من خيرات. أما الآن فمع بانوراما من 7E نيوز. سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة دبي للثقافة عضو مجلس دبي، افتتحنا فعاليات النسخة 8 من أسبوع دبي للتصميم الذي يحقق نجاحاً كبيراً، مرسخاً مكانته كمنصة تدعم نمو قطاع التصميم في المنطقة وتسرع وتيرة تطور الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً للإبداع والتصميم. نتابع هذا الفيديو من الحساب الرسمي عبر تويتر للمكتب الإعلامي لحكومة دبي. نظم نادي تراث الإمارات جلسة حوارية بعنوان واقع النشر في ظل التطور التكنولوجي، استضافها المقهى الثقافي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة النادي في فعاليات المعرض. وتحدثت عفراء محمود الكاتبة والناشرة الإماراتية ومريم الزرعوني الكاتبة والشاعرة الإماراتية، حيث ألقتا الضوء على تنامي سوق النشر الإلكتروني في ظل سهولة وصوله إلى القارئ. وتحدثنا عن منصات الكتاب الإلكتروني وأنواعه والإيجابيات والسلبيات والتحديات التي يمثلها لكل من الناشر والمتلقي. ما بين جمال المكان وحماس الأداء، أبطال تحدي القراءة العربي على مستوى الجاليات خاضوا التقييم بثقة في مكتبة محمد بن راشد وشاركونا لحظات لا تنسى. نتابع هذا الفيديو من الصفحة الرسمية لموقع تحدي القراءة العربي عبر تويتر. اليوم سأذهب إلى مكتبة محمد بن راشد المكتوم التي فيها أكثر من 1,000,000 كتاب. أنا متشوقة كثيراً لهذه الرحلة. نحن في مكتبة محمد بن راشد المكتوم. أرى اختلافاً يعني كبيراً بين هذه المكتبة ومكتبتنا في مدينة الصغيرة في النرويج. المكتبة كبيرة وأنا انبهرت فيها. رحلة جميلة صراحة،
اكتسبنا فيها الخبرات، اكتسبنا فيها العلوم والمعارف من أصحاب اللجان، من أصدقائنا أبطال التحدي. أبطال تحدي القراءة العربي سافروا في رحلة إلى المستقبل وخاضوا تجربة لا مثيل لها خلال زيارتهم إلى متحف المستقبل في دبي وسط أجواء من المرح والحماس. نتابع هذا الفيديو من الصفحة الرسمية لموقع تحدي القراءة العربي عبر تويتر. السلام عليكم، اليوم بإذن الله تعالى سأزور متحف المستقبل لأول مرة في حياتي، وأنا متحمس لاكتشاف هذه القطعة الفنية المعمارية وما تحتويه. دعونا نكتشف. هنا المستقبل ينتظرنا. المبنى الذي ذهبنا فيه إلى رحلة افتراضية إلى الفضاء بحلول عام 2071. أما كاريكاتير اليوم فلقد اخترناه لكم من جريدة الرياض السعودية بريشة الفنان ربيع، والذي سلط الضوء على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. نتابع. وإلى إنفوغراف اليوم من 7E نيوز بعنوان مليارديرات في مواجهة تغير المناخ. التغير المناخي ليس أقل خطورة علينا من أزمة كورونا. من شبكة العين الإخبارية الإماراتية نتابع. أما تغريدة اليوم من تويتر وتحديداً من الحساب الرسمي لنادي شباب الأهلي، جاء في التغريدة: من الكوكب الأحمر للأرض ينطلق الشعاع الأحمر، ملعبنا أحمر. نتابع. أما حديث الكاميرا لهذا اليوم فقد اخترناه لكم من جيرونا بإسبانيا، حيث يتم الاستفادة من بعض الحيوانات من خلال تدريبها لتشارك في مهرجانات مصارعة الثيران في إسبانيا. مؤسسة رعاية الحيوانات هناك ترفض ذلك واعتبرت أن هذا الفعل غير قانوني، وقامت عوضا عن ذلك بإعداد بيوت إيواء في وسط الطبيعة في جبال جيرونا ضمن بيئة خلابة. نتابع معا.
أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7E News. نظم آلاف المتظاهرين إضراباً عاماً في أثينا ومدن يونانية رئيسية أخرى، داعين حكومة بلادهم إلى التعامل مع التضخم الشديد الذي يضرب البلاد. وطالب المتظاهرون بالمزيد من الدعم للتعامل مع التضخم المرتفع الذي قلل من قوتهم الشرائية. من جانبها دعت النقابات العمالية إلى إجراء تخفيضات كبيرة في تكاليف الطاقة، معتبرة أن الدعم الحكومي حتى الآن غير كاف، مطالبة بتحديد سقف للأسعار وخفض الضرائب على السلع الأساسية للأسر والشركات، فضلا عن زيادات كبيرة في الأجور والمعاشات التقاعدية. بمشاركة أكثر من 120 دولة، انطلقت قمة ووتشن لمؤتمر الأنترنت العالمي 2022 في الصين، وتستمر على مدار 3 أيام، وتعقد تحت عنوان نحو مستقبل رقمي مشترك في عالم متصل، بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك في الفضاء السبراني. واغتنمت الصين فرصة التطور الرقمي، وأحرزت سلسلة من التقدمات والإنجازات الجديدة في تطور الأنترنت خلال العام الماضي، وفقاً لتقرير تنمية الأنترنت في الصين 2022. وإلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم الخليجية نتابع. النشرة مستمرة، وإلى أخبار الرياضة من 7E News. اطلع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم على مستجدات استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020-2024، والتي تشمل 6 محاور هي الممكنات والتوظيف والتعليم والصحة والتأهيل والرعاية الاجتماعية والوصول الشامل، وذلك خلال فعالية أقامتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي احتفاء بعامين من الإنجازات. نتابع هذا الفيديو من الحساب الرسمي لمكتب أبوظبي الإعلامي عبر تويتر. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي فعاليات النسخة الأولى من مهرجان بايك أبوظبي الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي على كورنيش أبوظبي. والتقى سموه خلال زيارته لفعاليات هذا الحدث العالمي بالسيد ديفيد لابرتيان رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، كما حضر جانبا من المنافسات التأهيلية للدورة 5 لبطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية، والتي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. وتستمر فعاليات مهرجان بايك أبوظبي على مدار أسبوع، وتستقطب 300 من أبرز الرياضيين العالميين وأفضل دراجي المناطق الحضرية للمنافسة في سباقات بطولة العالم للدراجات الهوائية. أعلن مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون عن مشاركة نخبة من الأبطال في نهائيات بطولة العالم للترايثلون أبوظبي 2022 التي تقام للفترة من 23 وحتى 26 من نوفمبر الجاري في جزيرة ياس الوجهة العالمية لاستضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي بحضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي ومحمد الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة ميرال لإدارة الأصول وجاري ماريسيا مدير بطولة العالم للترايثلون وهايدن وايلد المصنف الأول عالمياً والحائز على الميدالية الأولمبية وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية. 10 أيام على بداية مونديال العرب في الدوحة والمنتخب القطري يبدأ مشواره المونديالي في مواجهة الإكوادور هولندا ثم السنغال نظرة أعمق على المجموعة الأولى لكأس العالم وحظوظ المنتخبات المتواجدة فيها في هذا التقرير. I'm sure that he will have a strong team to compete in the World Cup in Qatar. He has a good staff and everything, and I think there are probably better countries with a more bright, wider quality of players. But no, I think Holland will do well. Again, have 8-9 players who played in the various league, England, France, Spain, which those players can perform and give finally Africa the first team to reach the semi-final. You see, so the hope is on that also. Para mí la utopía es que Ecuador se meta entre los tres mejores equipos de Sudamérica, que pelee por eso. Eso no lo va a conseguir de la noche a la mañana. عن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية. وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: محمد بن راشد يشهد حفل تتويج بطل تحدي القراءة العربي في موسمه السادس. الجمهوري تيد بوت يفوز بسباق مجلس الشيوخ الرئاسي في ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة. آلاف المتظاهرين ينضمون إلى إضراب عام احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في اليونان. الابتكار الرقمي قوة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي العالمي. كنا معكم مشاهدينا من 7A News. في أمان الله وإلى اللقاء.